السلام عليكم حبايبي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كلشي بخير، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. انتما كتشوفوا هذا الفيديو، ولكن اليوم جيتكم البنات بواحد الطاقه ايجابيه وبواحد الفرحه، وبغيت نغوت، بغيت نخرج الزنقه وبقى نغوت نقول واه. وانا واسراء بكتاس ما فرحنا البنات، خرجنا كنشطحوا في الزنقه. اسراء خرجت كتشطح في الزنقه، انا ما كنشطح، ما تقولش ثاني الدنيا كتشطحي. المهم انا اسراء كتشطح اكثر ما فرحات بماماها، لان البنات القناه تفعلت ليا. وكنقول لكم شكرا بزاف على الدعم ديالكم، على كتفرجوا في الفيديوهات ديالي، كتبعوني في اي حاجه، كنقول لكم شكرا بزاف بزاف بزاف، وراكم عزاز. وغادي هذا الشيء الحمد لله بفضل الله وفضلكم، راه تفعلت لي القناه البنات، وكل شيء هو هذاك، ما كاين حتى شي غلط في القناه، ما كاين حتى شي حاجه، الحمد لله والشكر لله. لان هاد القناه الصراحه ديال بالحلال، وكل شيء فيها محترم، ماشي حاجه اللي خايبه. كما قلت لكم البنات، ملي شفت التليفون الصباح فقت ولقيت بان راه القناه ديالي تفعلات وليت من شركاء اليوتيوب، ما نعاودش لكم. حسيت بواحد الفرحه، الخلعه، بكيت بالفرحه. كنهضر مع بنتي كنقول لها اسراء تفعلت القناه، تفعلت لي القناه، ما عرفت والو. صيفطت لواحد الدريته اللي كاين معايا، صيفطت لواحد البنت هي عندها اليوتيوب، قالت لي مسكينه دابا ان شاء الله نحط لكم ان شاء الله القناه ديالها، المهم نحط لكم ان شاء الله. عرفتي البنات غنقول لكم فرحاتني بزاف بزاف بزاف، وبقات مسكينه معاوناني كندخل باش نحقق الارباح في الفيديوهات ديالي السابقين، وهذو اللي ان شاء الله غادي يجيو. وطلعت البنات للمارشي، كانت عندي واحد 20 درهم، قلت غنشري اسراء ان شاء الله الصوصات، لانني بغيت نحتفل بهذا الصوصات، هو بغيت نحتفل غنشري الاسراء تاكله. كما قلت لكم البنات راني فرحت بزاف، وربي اللي عالم بيا. وش نقول لكم، الفرحه ما قدتنيش البنات اليوم الصراحه، واحد الاحساس اللي فشكل، لانك كتكوني تعبتي بزاف على شي حاجه باش توصليها فين بغيتي، ونهار كتلقاي داك الشيء وصرا كتفرحي بزاف. وكنشكر بزاف ديك الانسانه اللي كانت عاونت، نهار اللي قلت لكم القناه مشات ليا كنقول لها شكرا بزاف من هذا المنبر، لا انت لا خوك لا ولد خوك، كنقول لهم شكرا بزاف. واول واحد شكرته هو ولد خوها، ملي تفعلت القناه دخلتني انا شكرته. وكما قلت لكم البنات، هنا في الطريق ديالي كانت كتبيه قريبه ليا، دزت خديت الاسراء واحد 20 درهم ديال سميتو، وكنمشي نسمح. وكما قلت لكم البنات، هنا سمحوا لي بزاف، كانت واحد القهوه تما طالقه الموسيقى بالجهد، وانا من اليوم غنتفادى هذا الشيء، راكم عارفين دابا صافي تفعلت لي القناه، ما بقاش هذا الشيء فيه الضحك. البنات كانت مشيت للصباح، ما عنديش باش غناخذ اسراء الدواء، كنت جيت لعندها باش ناخذ الدواء السبيطار، وكانوا قال لي جي عندنا الغد ليه، تلاقيت معها الفرمليه في الزنقه، قالت لي جي عندنا الغد ليه، نهار الجمعه جي عندنا، نهار الخميس تلاقيت معها، قالت لي نهار الخميس جي عندنا. ملي جيت نهار الخميس عندهم، لقيت بان السبيطار ما خدامش، بانهم خارجين ما خدامين كاع. والبنات قلت لكم هنا البنات صافي، راه ساليت كلشي ان شاء الله، وغادي نرجع للدار. وكنت غادا في الطريق نهضر معكم، وما عرفتش البنات شنو وقع ليا بعد، المهم هذا المونتاج ديال هذا لابليكاسيون ما بقاش كما هو. قداوية معكم فرحت بزاف، قلت لكم راه تفعلت لي البنات القناه، ودعوا معايا ان شاء الله. دابا خصكم تعاونوني اكثر واكثر، لان خاص المشاهده تكون طالعه بزاف، وباطاجيو البنات القناه ديالي. وكنقول لكم شكرا 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 بزاف، والله العظيم انا فرحانه فرحانه فرحانه. قلت لكم البنات كما قلت لكم في الاول ديال الفيديو، كانت عندي واحد 20 درهم، والله حتى خرجت شريت الاسره، قلت لها شوفي اللي بغيتيها ديالك، هي تقول لي مسكينه ماما انا بغيت غير السوسيت صافي. كما شفتوا البنات هنا ما تديوش عليا، راه حيت كنت كنصور، ولاني الكاميرا بقات كدير كتزعزع صافي. هذا مكان البنات، كنت بغيت نصور لكم غير هذا الشيء اللي كاين هنايا، ولكن ان شاء الله دابا ندير ان شاء الله معكم شي جوله اخرى ان شاء الله، ونوريكم كلشي. هذا الشيء انتما البنات، راه خديت هذا اسراء، كان بغات 20 درهم ديال الصوصيط، قالت لي لميمه يا ماما خدي لي الصوصيط، وانا نقول لها جناف، وعندي بنيه وحده نتهلا فيها البنات. غنقول لكم اللي عنده شي واحد يتهلا فيه، واخا تكون هذيك هي الاخرى عنده عادي. خديت لها 20 درهم ديال الصوصيط، ودابا ان شاء الله غنمشي للدار الطبيبه. لا كتموت عاد حيت نسى الصوصيط، ولا انك قال لي واحد البنات ديالي ما كتعرفش زعما واش صحي ولا لا، ولكن مرة الدراري الصغار نبغيو نبغي نوريهم، نبغيو نتهلاو فيهم وداك الشيء. هاي الامل اش كنجي ناخذ، ملي كناخذ الحوايج وداك الشيء اللي كيصيفطوا لي البنات. اخر مره كنت سرعت على سريت لعبي، هانتوما اسراء تقولوا ما كنشتاش على، كنشتاش على دايما البنات، راه شعره بحال هكا. هما البنات هذه راه هي امل ملي كناخذ الحوايج وداك الشيء، ماشي بغيت ناخذ شي حاجه غير تسمح حداها. قررت اني ما نخرج نصور لكم شويه، تخنقت بزاف البنات من هاد الكمام، قلت لكم البنات خرجت باش نصور لكم شويه. وها هي سير كتلعب اسراء مسكينه، دايما كتبقى تلعب. يلا سير سير ماما، يلا سير سير طلعي، يلا طلعي انا كنصور لك، يلا طلعي. عرفتي مع مرا خرجت دابا كتحس بشي احساس زوين، انا اول مره تخرج الواحد كان محبوس وما عمرو خرج. يلا البنات بقاو معايا حتى الاخر ديال الفيديو ان شاء الله.
اوه هانتوما البنات، اش غنقول لكم الصراحه، ما كنتش باغا نلوح لكم هذا الفيديو حتى تفعل لي القناه ان شاء الله، وهنا نحتو لكم سنة حلوة يا جميل، سنة حلوة سنة حلوة سنة حلوة يا جميل، واحد جوج برافو اوكي. ما قلت لكم الكبيدات، ها هو النهار اللي كنت قلت لكم فرحتنا فيه واحد الانسانه مسكينه اللي كنقولها الله يعطيك من وجهي في خاطرك، الله يعطيك الحجه في مقام النبي. والكبيدات سمحوا لي عندي شي مشكل في المونتاج، قلت لكم البنات ضحكنا ونشطنا وكلينا وشربنا، واسراء مسكينه ما قدتها داك النهار شي حاجه كبيره عندها الصراحه اللي كبروا بينا بزاف، وهذه الفرحه كملت لي على الفرحه ديال تفعيل القناه ديالي هذه، من هاني تحتفلات هذا احسن نهار عندي قلت لكم في حياتي كامله، عمرني زعما دات الاسراء بحال هكا. ولا شوفوا لاحظتوا بان البنات البراءه اللي في وجهها، واحد الحليوه كي دايره وفيها اسراء، هانتوما كما كتشوفوا اسراء مكتوبه في لاطارت وداك الشيء، هانتوما هي قالت لي مسكينه وريني حتى اسراء باش يعرفوا ان اسراء ما سهلاش عندنا. والصراحه مسكينه عاونتني بزاف في هذا الفيديو وفي هذه القناه الصراحه، بفضل الله حتى هي كيرجع ليها والله العظيم. وقلت لكم البنات هنا صافي راه احتفلنا وطفينا الشموع، ودابا كنقطع في الحلوه انا واسراء، واسراء فرحانه ومسكينه جابت الكسوه ديالها من الدار، كانت فرحانه فرحانه بزاف بزاف. والصراحه هاد المره الله تعذبات علينا بزاف البنات، والله الا مني دخلنا ما بركاتش مسكينه، كنقول الله يرحم الكبيره والله يدير لك ميزان الحسنات ديالك، لانك فرحتي واحد الانسان واحد البنت مسكينه ودخلتي البهجه في القلوب ديالنا انا وبنتي، كنقول لك شكرا بزاف الله يعطيك من وجهي في خاطرك. البنات هنا من سر عيد الميلاد ودات عال ولا تحيد الكسوه تلبسها، والله الا الكوميك ديال الضحك صافي ولا تحيد الكسوه تعاود تلبسها، تحيدها تعاود تلبسها تحيدها تعاود تلبسها، ايوا صافي سالات الحفله البنات ما بقى ما تلبس دابا. المهم بلا صافي راه دابا غنركب ان شاء الله في الترامواي وغادي نمشي للدار صافي، لان راه سالينا الحفله سالينا كل شيء، قال لك سالات الحفله دابا ان شاء الله غادي نمشي للدار، نمشي للترامواي غنمشي للدار ان شاء الله. اي يلاه يلاه بسلامه، انا رجعت للترامواي دابا غنمشي. والمهم البنات رجعت للدار دابا والله العظيم الا عييت، غتشوفوا مورايا الدار العجيبه، دايما كتشوفوا شي دار زوينه في الاخر كتنتهيو بهاد الدار ديالي انايا. المهم البنات انا الصراحه جيت للدار والله العظيم غسلت الاسراء غسلت ليا، المهم راكم عارفين دقدقت بزاف الترامواي عتي بعيد بعيد بزاف. صافي جيت للدار البنات مسكينه جابت ليا حقي، شفت معايا حقي هانتوما نتحقق الدار ان شاء الله تناخذ انا واسراء. البنات نتمنى ان شاء الله ان الفيديو ديالي ما انه يعجبكم، ولا يعجبكم انكم تبارطاجيو القناه ديالي، وكنشكركم بزاف بزاف على الفيديوهات، المهم على الفيديوهات اللي كتفرجوا ليا فيهم، كنشكر اللي كيبغيني وكنشكر اللي ما كيبغينيش، وراكم كلكم في القلب وراكم عزاز وغاليين والله يخليكم ليا، وباي باي ان شاء الله الفيديو الجاي ان شاء الله. المهم هنا فين نوصل الفيديو النهائي لانني عييت بزاف، كنتمنى ان يعجبكم الفيديو، هادشي انا نتمنى يا ربي.